صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هنا قاسم قاسم يواصل معكم الثورة في هذه الرسالة للدكتور منصف المرزوقي. كنت قرأت اليوم رسالة إلى شعب المواطنين، نحب نقول لك بالإنجليزية أولا you are fired، يعني الدور متاعك الثوري انتهى. أنا من أتى بك للفيسبوك وأنا من أدار الحملة الانتخابية من كندا قبل حتى أن تستوعب أنت هذا الشيء عبر فيلم الرغاطة نتاع أم زياد. اليوم نحب نقول لك باللي الثورة فسدتها وخربقتها، يعني عندك لمدة 3 سنوات vous n'avez jamais exercé votre pouvoir، معناتها خائف كما عرفك جيدا وأكثر من ذلك، ما عندكش كونسيبت نتاع الريفوليسيون اللي عملناه مش حبا فيك، وإلا يعني المقدرة الذهنية نتاعك إنما باش نسكروا الباب على رجوع التجمع. اليوم كما نشوف بأنك انتهيت، يعني ما عاش عندك حاجة جديدة باش تضيفها. الكلام متاعك والكتابة هذه كتابة تجاوزها الزمن، ولذلك الواحد يعترف مش فقط بالهزيمة متاعه، ولكن يعترف باللي بالأخطاء الخطيرة اللي عملها، وكيفاش إن الثورة هذه فسدتها أنت ورشيد الغنوشي. نعم، لا أنت تفهم ولا الشيخ زبلة يفهم، ولذلك نحب نقول لك والموقع هذا مرة أخرى you are fired، يعني الشباب التونسي لم يعد بحاجة للقراءة متاعك. القراءة متاعك هذه تنجم تهزها وترجع لي هذاك البرنوس اللي كتبته وضيعت الوقت ترجعه لصاحبه قاسم قاسم. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.